بنزيما بريكولي في واحد العرس. كيشبه لي سبحان الله العظيم، الله اللي كيشبه لي بالله. ديك صاحبتك اللي عزيز عليها الماكياج نهار غتشرف. يا مرة طلعت زوينة منها. شوفي إلا كليتي هذا سرتي بصح ضربة واحدة ولا حتى راتك 40 فرنك. ها هي صح الديك 40 40 والله ضربة واحدة. ضربة واحدة هاي يلا سرتي ضربة واحدة بصح. ويلا إلا سرتي ضربة واحدة حبيبي أبدا يا لطيف يا عويدة. شهادة يا شهادة. وكاين بعض الجرائم راه الحماق باغي كنعاقبوا على الناس بعض التصرفات. راه الحماق كنقول له مثلا ما تشربش شرب وخلص الضريبة ديالو، غير يخلص الضريبة ولا يشربوا راه كاين شي. برافو عليك برافو عليك. خصنا نمشيو لشي اتجاه، خصنا نمشيو لشي اتجاه، ما يقع في الفنادق إلا غير ذلك. لا سمحوا لي، واش ما عمرنا غادي نعتبروا بأن الإنسان المغربي إنسان مسؤول وأنه محر في حياته وفي علاقاته وفي طبيعة حياته الحميمية؟ ما بغيناش نوصلوا للمستوى. باقي كنقولوا لا ما إلا دخلتي الدرك ما دير هذه، ما دخلتي الدرك ما دير هذه، ما دخلتي الدرك ما دير هذه. لا حول ولا قوة إلا بالله. شي واحد حتى يقولوا لي نخرج من الدار يقول لي أجي شحال صليت أربعة ولا ثلاثة ركعات يعاقبوني بغرامة. لا خصنا نتحكموا في مجموعة الأشياء. بالغريب هو استمرار هذا الشيء السابق. لا حنا كان وغريب. هو مستمر يعني. إيه مستمر لأنه كانوا هما دابا حنا ما كناش إن شاء الله. تليفون لا. الانسان وين تمات الاعصاب ديالو؟ واه لا على الشيطان على الشيطان. اها ها هذا ايه. شوفي عندك كرسي التلفازه ولا كرسي شي حاجه ولا كذا، ولكن الراجل خليه ضربو حتى نضحك والخوت. شكي ديال هاد المش في راسها ناري سرق الزيت. كان سرق الزيت في شعرها هي كما شافت. شوف انت حكري كنقول انا اش كيدير في شعرها هذا. هو بلي سرق الزيت تما هي راه كما شافته هو طلع. كان مخبي تما في وسط داك الشعر. اوكي شوف المهم هي المشاركه. المهم السيد راه شاركت درت ليه عليها صافي. كولي مطيشة حتى هي راه زوينة وصحية. شوف حليت الطون اند كبيتو فاجي عندنا الحليت هذا حليت واحد اخر بان لي فيه مطيشة الفوق. قلت كثيرة مطيشة غادي نكبها في هذا كله مطيشة مفيش قوال بيا خويا فين ما مشيتش. واه يا خويا هاد الناس هادو حق الله اللي بيربحو دغيا. شوف دابا الطون دايرين في بلاصتو مطيشة تي كولي ما تشد حتى هي راه زوينه وصحيه. يا مالك اخويا الناس والله ما عارفين بين ناس وحق الله. ما يمكنش كانيطة تكون بسبعة دراهم. خيال شحال هذا؟
شحال هذه؟ هذه؟ اه 5 دراهم. اجي تشوف. واو لا في القهوة بالتمام. بواسون غاز كوكا كولا كانت 33 سنتيلتر. ولا 8 درهم ما يمكنش. او تولي من الريد بول اخي. لا راه عرفتي الا شربتي راه كدير جنوح وكطير بزاف اصاحبي 7 درهم ونص. او فين غادي هاد الناس بهاد الشيء وحق الله يلعيق بالله. الكساندرا حريم السلطان نسخة مغربية. إلا بغيتي تشري سيارة ولا خدمة ولا سفر ولا جواج سد فمك وتتحققوا. المعقول هو هذا. هذا هو اللي عبر طرق قفل ولعيبة وسد فمه وسكت. يا ربي تسلم قوسوا عليه. طلع ايوا غايبين يا ويلي. عيش عيوش تبكي في الحرم لما كي وتطلب السماح. سلام بابا سلام سلام عليك يا رسول الله. میرے جو کچھ بھی دلوں کے حاجات تھے اللہ ہمارے تمام جائز حاجات دعاؤں کو تو پورا فرما لے اللہ. فهمش الواحد كيفاش مخشع بالدعاء وكيبكي وفي اليد الثانيه شاد التليفون وكيصور لحظات خاصه ومؤثره في حياته. مستحيل يكون الشعور صادق. هاد اللحظات هادي كتعيشها من قلبك وبعيد على التليفون. فهمت انا علاش بلا ما كيصور هادشي ما فهمتش. هنا نكون الخطوة وصلنا لاخر الفيديو. كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم الى عجبكم ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. والى كنتي من الابطال وبقيتي 3 دقائق هادي ما تنسى تشوف هذا الفيديو هذا وهذا الفيديو هذا واشترك معك في القناة. تهلاو في راسكم الخوت. تلقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. السلام عليكم.